موضوعنا النهاردة الصلاة والحرب الروحية. ايه بقى موضوعهم وليه مربوطين ببعض؟ هقولك. واحنا قاعدين في البيت بنلاقي الوقت بتاعنا بيضيع في لا شيء. نصحى نيجي ننام نلاقي نفسنا فعلا ما عملناش حاجة. عايز تستثمر وقتك كويس جدا؟ اقرأ. طبعا انا ما اقصدش قراية الروايات أو قراية اللاشيء، في حاجات كده بتقراها عادي تسلية، لا أنا ما أقصدش كده، أقصد تستثمر في وقتك علشان تقرأ حاجات تخليك قوي جدا روحيا، مستواك يعلى جدا روحيا، يفيدك جدا روحيا. طيب إيه اللي أقرأه علشان يفيدني جدا روحيا؟ حاجتين، اقرأ عن الصلاة، اقرأ أو ادرس عن الصلاة، واقرأ وادرس عن الحرب الروحية. حرب الروحية والصلاة، الموضوعين دول هيخلوك تنضج جدا، تنضج جدا جدا. اقترح عليك انك انت تقرأ كتاب اسرار الحرب الروحية، اللي بيجرى من وراء الكواليس في الحرب الروحية. الكتاب ده عنوانه رسائل نارية. ممكن حد يقول ده بيعمل دعاية لكتاب الفريق، ده لو احنا عايزين فلوس، لكن الكتاب موجود ببلاش وممكن تنزله مجانا من صفحة فريق التسبيح اللي على الفيسبوك، اسمها مكتبة فريق التسبيح. كمان لو انت عايز نسخة ورقية منه، يعني كتاب، تقدر تجيبه من المكتبات المسيحية. بس اهم حاجة اقرأ عن الصلاة واقرأ عن الحرب الروحية، ادرسهم هيفيدوك جدا، هتلاقي نفسك كبرت جدا روحيا. كتب الصلاة كتير، دور عليها وهتلاقيها.